يا شيخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده. إذا كان مجموعة طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟ يدخل إذا كان له عائلة. أما إذا كان ليس له عائلة فماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دائما أي حكم شرعي هو منوط بالاستطاعة. مثلا رجل له زوجة فلا ينام بعيدا عنها، هي لا تنام بعيدا عنه، واضح؟ أما كما صورت أنت طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك، فإذا كانوا يعني هكذا نظام المدرسة في أن يبات كل طالب في غرفته، ولربما أيضا قد يقع بعض المشاكل الأخلاقية إذا كان ما في بينات حرمة. نعم. وزي الشيخ بالنسبة